روايات اكثر من كده، ان ابا بكر لما نزلت ولا ياتلي اولو الفضل منكم وسعه ايتها اولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون ان يغفر الله لكم، قال بلى احب ان يغفر الله لي، وقام حجل. عارف الحجل مال جعفر بن لو غير ذلك سيدنا عمر، يا سيدنا وتاف. يا سيدنا سيدنا عمر بن الخطاب عندما اخذ ابن سيدنا علي قام وقعد يحجل وقال لقد وصل نسبي. لقد وصل نسبي سيدنا عمر بن الخطاب. وعلي لما وعلي لما قال اعطيها رجلا يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله قام حجر لما اداله، يعني رقص زي رقصه العرضه كده فرحا. ايه فيها دي فرحا يا مولانا؟ زين يعني مولانا هو البيعة شنو تختلف عن غيرها؟ البيعة زي ما نبايع احنا، زي ما تدي العهد الواحد يا مولانا. طريقة الرفاعي الصوفي إيه وغيرها. زي ما تدي العهد الواحد. ان الذين يبايعونك وبعدين في سورة ان الله اشترى من فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. منو اول من بايع من الرجال والنساء؟ سيدنا ونبينا شبيهنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو اسعد بن زرار، وكان كعب بن مالك لما كف بصره كان ابن عبد الرحمن يسحبه لصلاة الجمعة يقوم يدعو لأسعد بن زرارة. قال له يا أبتي ما أكثر ما تدعو لأسعد بن زرارة؟ قال هو الذي جمعنا لهذا اليوم قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسمونه يوم العروبة. أيوة الجمعة. وأول مدينة أقيمت فيها الجمعة مدينة جواسة، وهي مدينة في البحرين اللي كانت فيها موقع الجواثر. نعم. نعم. فيها.